احنا حكينا في مراحل مو وايد. قبل ما ابلش المحاضره يعني قبل ما ابلش بالمواد اللي راح اشرح لكم اياها اليوم راح نحكي لها في مراحل ان شاء الله بسيطه ندخل بها ونكمل بالمحاضرات القادمه الى ان نكمل 15 هذا وقت انزل في المحاضره. اي امتحان فصلي بالنسبه للامتحان الفصلي ما يدخل هاي المحاضره الى ان تخلص الماده كامله حتى لو كان ضمن الفصل الثاني ما عندي مشكله. اليوم المرض اللي راح نتكلم عنها طبعا من حتقرون الامراض حتشوفون انه اكو فت انتروداكشن بسيط عن المرض اللي احنا نحكي عليه وراها نحكي عن البارت اللي عنده علاقه ويا الاورثو. يعني حسب التعليمات اللي انطونيها من جامعه بغداد انه البارت المهم ضمن المحاضره هو البارت اللي عنده علاقه ويا الاورثو. يعني الانتروداكشن الخاص بالمرض هو مو مهم بس يعني مو فد شيء مو يعني ما مطالبين به يعني بس مجرد تاخذون فكره عنه. بس البارت اللي خاص بالاورثو هو هذا المهم اللي لازم تقرون عليه. راح ننتبه انه اول مرض عندنا الافكتيف اندوكاردياكتس. سامعين بيه؟ اوكي. هو عباره عن انفكشن يصير بالاندوثيليال لاير اوف ذا هارت. طبقة داخلية تنسب لها انفكشن وممكن يكون الانفكشن يأثر على الهارت فالفز. عدة أسباب عندها ما حندخل تفاصيل الأسباب بس ممكن يكون تفاصيل الأسباب أو أحد الأسباب اللي ممكن تأثر عليها إنه هو ديفكت بالهارت ستراكشر نفسه. ديفكت بالهارت ستراكشر نفسه يلا يعني وسجلوا لنا ورقة حضور بلا زحمة عليكم. ديفكت بالهارت ستراكشر نفسه او ممكن يكون عندي بروبلم انذر بارت ممكن يكون بكتيريميا يعني الانفكشن يصير بالبلاس ستريم يوصل للهارت يصير عنده هذا الكونديشن واذا صار الكوزيتيف فاكتور هو البكتيريميا ممكن البكتيريميا المساهمه بهذا الموضوع المايكرو اورجانيزم المؤثر على هذا الموضوع ممكن احد المايكرو اورجانيزم موجود في الاورال كافيتي فممكن يكون ياثر كديجري يعني كديجري ياثر على الافكتيف اندوكاردايتس. هي حالة قليلة في مجال احنا اختصاصنا كأورثودونتست يعني تجينا كيس عند افكتيف اندوكاردايتس هي حالات قليلة لكن اذا هي جت بالفعل بيشنت عند افكتيف اندوكاردايتس وعندنا هذا الكونديشن عند اورثودونتك تريتمنت تعتبر حالة سيريس فشي لازم احنا نتعامل وياه بحذر جدا لانه اي انفكشن نحصل الى ريزلت ممكن نهايته تكون ديت اوف ذا بيشنت تمام؟ لهذا اذا البيشنت كاورثودونتيك كير بالنسبه للشخص اللي عنده افكتيف اندوكاردايتس اللي يجينا البيشنت اول خطوه لازم نسويها لازم نشوف الكونديشن اوف افكتيف اندوكاردايتس الديجري مال كنترول مال افكتيف اندوكاردايتس لازم نشوف الديجري مال الريزلتس احنا واصلها هذا يصير عن طريق حاله واحده فقط اللي هو الكونكشن ويا الفيزيشن الخاص بهذا البيشنت تمام؟ لازم نشوف الكنترول اند اندر كنترول او نوت كنترول إذا هالشكل الوضعية إذا قدرنا نوصل صار under control الوضعية ممتازة أول خطوة لازم نسوي control الأورال هايجين أثناء الأورثودونتيك يعني البيشنت تشكل وضعية الأورثودونتيك أبلاينس وتشكل جنجفايت تشكل كونديشن ما ممكن يستمر في الإفكتيف اندوكاردايتس نحس عنده مشكلة كلش كبيرة فالكنترول أوف أورال هايجين كلش مهم البارت اللي كأبلاينس كنحكي احنا كأبلاينس ريموفابل نوعا ما هي ريموفابل تايب يعني ينزل وينلبس فالكنترول على الاورال هايجين اكثر لكن بالفيكس ابلاينس اكو بعض البارتس بالفيكس ابلاينس يسوي له انفكشن انسايد ذا اورال كافيتي اللي هو هذا البارت هذا سيبريشن تشوفون هاي الالاستيكات الزرق تشوفوها هاي الالاستيكات نسوي سيبريشن للتوث ستراكشر قبل ما نخلي البالت يعني قبل ما نخلي البالت لازم نسوي هذا سيبريشن هذا سوي لنا سبيس بين ذا تو ستراكشر على ما نخلي البعض هذا يعتبر احد الطرق اللي ممكن يسوي لنا انفكشن يساعد الاورال كافيتي اللي نحفز على الانفكشن لذا اذا شخص يحتاج يسوي له باندنج يساعد الاورال كافيتي وعنده انفكت اندوكاردايتس هاي الخطوه لازم نلغيها زين اذا لغينا سيبريشن وما نقدر نخلي الباندنج الحل انه لازم نستخدم له مولر تيوب هذا المولر تيوب instead of the bond تشوفون نفس الصوره اللي قبلها بعض هذا المولر تيوب
ايام زمان كانوا يسووها ويلدينج ويا الباند، هذا الرينج تشوفون هذا السواد، هذا يسوون ويلدينج يعني يلحمون. بعدين خلوا هذا البيس المش الموجود داخل اندر ذا براكيت نفسه، خلوا اندر ذا مولر تيوب، وهذا المولر تيوب يسووها بوندينج بالكومبوزيت على تو ستراكشر مثل هاي الصوره اللي يمها تشوفون، السكس عليه باند والسفن عليه مولر تيوب، هو نفسه يعني، بس الاختلاف انه هذا باند يغطي الدائره دائره السن، هنا يكون دايركت بوندينج على تو ستراكشر. حقيقه كاورثودونتيك ابلاينس هذا يعطيني اكثر كنترول بنهايه الابلاينس من هذا، لكن من حالات نكون محتاجيها يعني مثل حاله هاي الحاله اللي احنا نسميها انفكتيف اندوكاردايتس عنده، هذا بس عنده انفكشن، فيفضل انه نستخدم له المولر تيوب انستيد اوف ذا باند. تمام؟ هاي نقطه مهمه بهاي الحاله. اذا اضطرينا انه نستخدم له الباند، الباند يشوفون هاي الاكستنشنز اللي طالعه منها ممكن يكون تروماتيك للبيشنت، لازم نخلي لها بروتكشن. بعد بروتكشن عباره عن واكس، هذا الواكس اورثونتيك واكس نخلي على المكانات الحاده ام ليس عنده اني انجريز انسايد ذا اورال كافيتي. واذا صار عندي انفكشن الحل هو انتي بايوتيك طبعا. تمام؟ الانتي بايوتيك تشوز فور انتي بايوتيك الكيس اللي عنده انفكتيف اندوكاردايتس هو البنسلين. صارت واضحه؟ اذا الشخص اللي عنده انفكتيف اندوكاردايتس المشكله الوحيده اللي احنا نواجهها ولازم نعالج بها انه احنا لازم نسوي كنترول للاورال هايجين inside the patient mouth وكنترول للdegree of infection inside the oral cavity. الشغله الوحيده اللي عندها علاقه بالاورث هو separation and bonding فقط. instead of the separation and bonding لازم شو نخلي؟ المولر تيوب فقط. تمام؟ اكو كلام لحد الان؟ اكو سؤال لحد الان؟ لا دكتور. الانتوايت نطيب بروفلاكسز لو هي الا من يصير الانفكشن يلا. لا لازم تكون بروفلاكسز. يعني لما يصير عندك حاله راح تتوقع انه يصير عندك انفكشن لازم بروفلاكتيك. طبعا اكو مرات تصير شغلات غير متوقعه انه انت تشتغل وتنتبه انه صار عندك انفكشن، هذاك الوقت ما يكون بروفلاكتيك، هذاك يكون ثيرابيوتيك. اوكي؟ زين. المرض الثاني اللي نتعامل وياه هو هيموفيليا. بروبلم بالكلوتينج ما يتخثر عند الدم. ديفيشنسي بالفاكتورز المسؤوله عن الكلوتينج اللي هي فاكتور 8 فاكتور 9 بانواع مختلفه من الهيموفيليا يعني هاي كلها ما يعني موجوده في شيء راح كلش بسيط داخل المحاضره عباره عن سطرين بس يعني هي مجرد شغلات تذكيريه انه يصير عندي بروبلم بالبليدنج اوف ذا تو ستراكشر وبالبلاد فيسلز وبالنهايه ما يصير عندهم بلاد كلوت وبالنتيجه يصير عندهم كونتينوس بليدنج. بالنسبه للاورثودونتيك بارت لازم احنا نحاول على قدر المستطاع ان الابلاينس اللي استخدمه inside the oral cavity ما يسوي bleeding، يعني ما يسوي any irritations، ما يسوي any trauma. فيفضل اذا عندي كيس احتاج removable appliance او احتاج fixed appliance، يفضل استخدام الفيكس ابلاينس على removable appliance. Removable appliance يكون اكثر من الفيكس ابلاينس اريتيشن يسوي للجنجايفال تشو. فلهذا الريموفبل ابلاينس الكيسات اللي الشخص اللي عنده هيموفيليا يفضل عدم استخدامها. ضمن الفيكس ابلاينس عندنا ادت سيستمز. السيستم اللي احنا دائما اوردينري نستخدمه هو هذا التايب اللي هي نورمال ليجيشن تشوفون هاي بها الالوان. هاي الهوك مال براكتس موجوده دائما دائما يكون الاستكس او ممكن ليجيتشر وايرز او وات ايفر تايب اوف ليجيشن. هذا الابلاينس ما كلش يفضلون انه يستخدموه ويا الشخص اللي عنده هيموفيليا لانه يكون اكثر اريتيشنز ممكن اكثر جنجايفال بروبلمز لانه بيها حافات حاده هوايه يعني. تمام؟ واللاجيشنز اللي نستخدمها الشيء نربط البراكت بالواير يعني ببعض ربط الواير بالبراكت يحتاج شيء نربطه الاوكزيلاريز العام اللي اخذناه بالمحاضرات الاوكزيلاريز هاي الاوكزيلاريز ممكن يكون تروماتيك هذا الاستيك صحيح بس ممكن اكون ليجيتشر واير الوايرز النهايات مالتها دائما تكون حافه حاده يعني ممكن تجرح. تمام؟ احنا لازم نقلل نسبه الجرح الموجود inside the oral cavity. لذا السيستم اللي يستخدموه يفضل انه يستخدموه ويا الشخص اللي عنده هيموفيليا يسموها بالسيرف ليجيتنج براكيت. السيرف ليجيتنج براكيت اللي هو عباره عن قفل ذاتي يعني بس ندخل الواير ندوس في الدقبه هنا اكو شيء ندوس عليها رسمت السد
هذا يسموه بالسيلف ليجيتنج براكت. هذا السيستم اكثر يعتبر السيفتي بالنسبه للفيكس ابلاينس اللي استخدمها للشخص اللي عنده هيموفيليا، تمام؟ اضافه للكنترول اورال هايجين، هاي من النقاط الرئيسيه. يبقى انه اذا شخص صار عنده اكستراكشن او صار عنده في الدم من البليدنج او في شغله معينه، الحل شنو؟ يعني قوم نقف هالشكل، لازم ننطي له فاكتورز او ننطي له بعض الادويه اللي تزيد انكريز سكريشن اوف ذا فاكتورز، خاصه فاكتور 8، تمام؟ هذول الاشخاص اللي نعطيهم اياهم كذا بروفلاكتيك وثيرابيوتيك قبل التريتمنت او بعد التريتمنت، في سبيل انه نتاكد انه هذا الشخص ما ممكن يصير عنده بليدنج اثناء التريتمنت في الامر. هاي الخطوات الرئيسيه اللي نحتاجها فقط بالهيموفيليا بيشنت، ما عندنا شغله اخرى. اكو سؤال؟ كلش بسيط. زين، اخر مرض راح نحكي عليه اليوم بالنسبه لكم بالنسبه للكومبرومايز بيشنت هي هيماتولوجيكال مالجنسيز. احنا نتعامل ويا اطفال او ادوليسنس. اكثر الاشخاص اللي يكون عندهم المالجنسيز بهذول الاشخاص هم اللي يكون عندهم الليمفوما واللوكيميا، ممكن يكونوا معرضين. المشكله هنا عندي مشكلتين، مشكله مرض ومشكله التريتمنت مالته. المرض دائما الشخص اللي يكون مريض، تمام؟ المشكله اللي يكون عنده التريتمنت مالته هو عباره عن كيموثيرابي وراديشن. الكيموثيرابي والراديشن عندها مضاعفات على البون ستراكشر، يعني دائما الشخص اللي حصل على كيموثيرابي وعلى راديشن دائما يصير عنده الديستي مال بون ديكريس، صح ولا لا؟ والديكريس بالبون ديستي هذا يضعف الشغل مالك اورثودونتيك تريتمنت، تمام؟ اضافه انه يصير عنده جروث ريتارديشن، يتاخر عنده الجروث، خاصه للاشخاص اللي انا قاعد اشتغل على الجروث موديفيكيشن. يعني مثلا انا اجي استخدم له ماي فانكشنال ابلاينس على مود اعالج جروث بروبلم موجوده بالشخص نفسه، هو ياخذ كيموثيرابي، شو اتوقع؟ الكيموثيرابي تعارض ويا التريتمنت مالي احصل على ريزلت، تمام؟ ياثر على الروتس، روت ديفلوبمنت اوف ذا دنتيشن. يعني دائما اشوف الاشخاص اللي يكون عندهم مالجنت تيومرز او ليوكيميا او لوفوما وماخذين راديشن او كيموثيرابي، الروت مالتهم دائما يصير عنده كلوز اوبن ابيكس او ممكن يصير اصلا بيهم في الدوم ريزوبشن جنرال ايز، تمام؟ فالابلاينس اللي لازم استخدمه بهالحاله انه ما يحفز على الروت ريزوبشن. تذكرون الان بدايه المحاضرات احنا حكينا انه الروت اورثودونتيك تريتمنت يسوي جنرالي 1 مليم ريزوبشن جنراليزد اذا استخدمنا الفيكس ابلاينس لمده 2 years، تمام؟ هذا يعني قانون معين. اذا شخص هو اصلا عنده روت ريزوبشن وانا احنا خلينا له اورثودونتيك ابلاينس وزيدنا كميه الريزوبشن الموجوده عنده، شو اتوقع؟ راح اتوقع انه راح يصير عندي موبيلتي بالتيث وممكن يصير عندي لوس اوف ستراكشر. لذا لازم استخدم كل سلايد فورس او استخدم له ريموفبل ابلاينس او الغي التريتمنت. ولازم يكون البيشنت اندر كومبليت كنترول. الكومبليكيشن ده لو كيموثيرابي وراديشنز واي بيها كومبليكيشنز افتر ذا تريتمنت. لذلك لازم البيشنت يكون على الاقل الكومبليكيشنز ميديكال كومبليكيشنز كلها كملانه، يلا نقدر نبلش بالاورثودونتيك باللوار. الاشخاص اللي عندهم اللي يستخدمون الراديشن والكيموثيرابي باللوار يصير عندهم في حاله معروفه بالاوسترو راديو نيكروسيس. الاوسترو راديو نيكروسيس هو ديفيشنسي بالبلاد سبلاي وذن الدنتال ارش كلها نفسها. فشو حيصير عندهم؟ يصير ديد اوف تو ستراكت، ديد اوف ذا بون كلها جنرالي. هذا اكثر يكون معرض باللوار اكثر من الابواب للاشخاص اللي احنا ينطيهم هيماتولوجيكال ديزيز يحتاجون الى كيموثيرابي او راديشن. اكو سؤال لحد الان؟ ثلاث حالات حكينا عليها اللي هي افكتيف اندوكاردايتس، حكينا على الهيموفيليا وعلى الماليجنسيس. شفنا بالانفكتيف اندوكاردايتس انفكشن لازم نسوي كنترول الاورال هايجين اوف ذا بيشنت، وهذا الكنترول اوف اورال هايجين اوف ذا بيشنت نحتاج انه احنا نخليه الابلاينس اللي نستخدمه ما يسوي اني انفكشن. بالهيموفيليا لازم نمنع البليدنج انسايد ذا اورال كافيتي، فالابلاينس لازم استخدمه نمنع بها البليدنج. بالهيموفيليا حشوف بالمالجنسي هيماتولوجيكال مالجنسيس نشوف ان الاشخاص دائما اللي ياخذون الكيموثيرابي او الراديشن راح يكون تاثيرهم على الجروث والديفلوبمنت اوف ذا روتس، فلهذا لازم نستخدم لايت فورس وفور ابلاينس بسيط بحيث التريتمنت ما ياثر على هذا الموضوع. هاي الشغلات اللي فقط تحتاجوها فقط نهايه ثلاث امراض. المحاضره
اللحظات القادمه نكمل بقيه الامراض اسمتك بيشن. هاي الكونسنتريشنز مهمه لازم نعرفها للاشخاص اللي يكون عندي اسمتك برونكيال اسما. الحاله الثانيه ابيليبسي. هذاك حجينا على الريسبيراتوري سيستم ابيليبسي، راح نحكي على النيورولوجيكال سيستم. تمام، راح يصير عند الشخص سيزرز، هاي النوبات اللي تجي. طبعا كميه الابيليبسي مو كلش نسبه عاليه بين البوبوليشن، بس هي موجوده. يعني حان بالنسبه لي شايفه كيسين ابيليبسي بالاورثومتيك كيسز يعني. تمام، شنو ممكن يصير عنده؟ ممكن يصير عنده بروبلمز انجريز انسايد ذا اورال كافيتي، ممكن يصير عنده لوكسيشن ساب لوكسيشن بالتمبرومانديبولار جوينت، ممكن يصير عنده سليفري فلو يعني في اثناء مرحله السيزر. الفورس يكون اكثر من اللازم. اذا احنا راح نتعامل ويا شخص راح نلبسه ابلاينس انسايد ذا بيشنت ماك، وهذا الشخص اللي راح يلبسه ابلاينس انسايد ذا بيشنت ماك راح يجي له نوبه من السيزر، فلازم احنا نكون اندر كنترول. الكنترول مالنا شلون يصير؟ كالاتي. اولا لازم كنترول الاورال هايجين. الشخص اللي ياخذ ابيليبسي ياخذ نوعيه من الدراج يسموها الانتي ابيليبتيك دراج اللي هي الفيتوين. هذا يسوين يفتح حاله من الاوفر جروث جنجايفال. يعني تشوفون البيشنت جود اورال هايجين لكن صار عنده انفلاميشن بالفايبرز، تشوف فايبرز تشوف مكتمه وحده يم اللخ بالاورال كافيتي. هذا سببها شنو؟ سببها هو الدراج. فلهذا راح تشوفون الشخص اللي اورثومتيك تريتمنت وعنده ابيليبسي ندزه دائما يسوي له جنجيفكتومي. المسكين يعني هو جود اورال هايجين ما عنده مشكله، يعني مو مثل جاكم واحد عنده جنجيفكتومي هو باد اورال هايجين يحتاج موتيفيشن، لا هو جود اورال هايجين لكن نتيجه سايد افكت مال دراج راح يحتاج يسوي له جنجيفكتومي مستمره. النوعيتين من الابلاينس بالارث الروموفابل والفكس، شو تاثيراته بالابيليبتيك بيشنت؟ بالروموفابل عندنا مشكله انه اثناء السيزر ممكن يصير ديسلوجمنت الابلاينس، مو بس الروموفابل حتى لو بارشال دينجر ممكن يصير ديسلوجمنت يطلع من مكانه. اذا طلع من مكانه ممكن يجرح، ممكن يصير انهيليشن، تمام يختنق ونروح بها. تمام، فلذا اذا استخدمنا الروموفابل ابلاينس والبيشنت عنده ابيليبسي لازم نستخدم له اعلى درجات الروتيشن. يعني كلاس بات نخليه لهوايه، الفورس نطيق اقل على مود الابلاينس يكون روتيتيف، المواعيد زياره نقربها، يعني مو نخلي كل مثلا كل ثلاث اسابيع مره الابلاينس يصير لوز وتوقع من حلقه ويصير عندي مشكله، تمام؟ فلازم نقوي هاي الحاله. اذا عندي فيكس ابلاينس دائما لازم نحافظ انه يكون الانت مال فيكس ابلاينس نوت تروماتيك. على بس يسوون اي انجر انسايد ذا اورال كافيتي، وممكن مرات يتعرض ويا الامج لانه الشخص اللي يكون ابيليبسي يحتاج الى ام ار اي بشكل مستمر. هاي النقاط المهمه نحتاجها للابيليبسي. اخر مرض راح نحكي عنها لا مو ثلاسيميا، الدايبيتكس. نوعت اخذتكم من كل سيستم واحد. بالاندوكراين سيستم اللي هو الدايبيتك ريليتس جماعه السكر، هذول الاشخاص يكون عندهم بروبلم اللي هي deficient يعني increase بالجلوكوز level inside the blood. سببها اما deficiency بالانسولين او defect بالsecretion of insulin. تمام، هاي الحالتين والانواع المنوعه من الدايبيتس type 1 type 2، هاي كلها يعني شغلات فيزيولوجي مجرد تعريفيه لا اكثر ولا، يعني مجرد تقروها قرايه على ما تذكرون المعلومه عن المرض. الشغله التابعه للدايبيتيك patient يكرنس دائما يصير عندهم باد اورال هايجين، يحتاج يكون اندر كنترول، خاصه يصير عندهم في مرحله الاندر كنترول نون كنترول. يعني البيشنت بيصير عنده نون كنترول بالبلد جلوكوز ليفل، دائما يصير عنده ديفرنت انفلمنتري بروسس انسايد ذا بودي. فمن بين هاي الشغلات راح يكون عنده باد اورال هايجين. هشكل اشخاص يعني هشكل باد مال اوكلوجن عنده ويا باد اورال هايجين، يعني حقيقه يعني ما نعرف شنو الحل. الحل هو لازم انه نسوي كنترول الاورال هايجين في دائم، يعني في كل فيزيت ونقرب الفيزيتات، وكل فيزيت لازم نسوي سكيلنج وبولشنج للكيس على نمنع من حدوث الورسينج للاورال كونديشن انسايد اورال كافيتي. هاي واحد. الشغله الثانيه الفورس الهيفي فورس يحفز على الباد اورال كونديشن الجماعة الدايبيتيك، لذا لازم نستخدم دائما لايت فورس. تمام، هو اصلا حتى البون ماله ثين يكون ثين بالضبط، ما عم يفايده.
عندنا الاشخاص هذول الدايبتيك بيشنت يصير عندهم حاله المايكرو انجيوباثي. المايكرو انجيوباثي يعني هي عباره عن ديفكت يصير بالبريفرال بلاد فيسلز. هذول الاشخاص تشوفون في احد الزيارات يجيكم بدون اي اشعار مسبق عندهم تندرنس ان واتش اوف ذا توث او يعني ديفيتلايزيشن وان اوف ذا توث، تمام، او في سيفير بين توث ايك ممكن يصير عند الشخص يعني بدون اسباب. سببها هو الانجيو مايكرو انجيوباثي اللي سبب بروفرال بلاد فيسلز بروبلم وبالنتيجه صار افكت بالتوث ستراكشر. لذلك لازم الشخص اللي يكون دايبتيك علاج مو طويل، جود كنترول اورال هايجين، تمام، ودائما لازم نسوي موتيفيشن فور امبروفمنت اورال هايجين. هاي ثلاث حالات اللي تحتاجها بالنسبه اللي درستها اليوم كميديكال كومبرومايز. شو جبتي اللايت فورس؟ لايت فورس يعني ما استخدم فورس عالي، لازم يكون الفورس مالتي قليله. لذلك لازم استخدم ابلاينسز اللي ريموفبل ابلاينس مالتي بريشر عالي، والهيفي بالفيكس ابلاينس لازم استخدم لايت وايرز. ما ممكن استخدم هيفي وايرز انه يكون امبروفينج يعني لا سوي انديوسينج للاورال هايجين كونديشن. هاي ثلاث حالات اللي نحتاجها اليوم ندرسها في المحاضره.